بدء تسجيل اختبارات قدرات الحاصلين على ثانوية المعادلة وإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال 48 ساعة. بدأ مكتب تنسيق الجامعات حجز اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على شهادات المعادلة العربية والأجنبية والراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز الاختبارات المؤهلة لها منذ أمس الأحد، ومن المقرر بدء عقد تلك الاختبارات في الكليات المعنية غدا الثلاثاء. من ناحية أخرى، أكد مكتب التنسيق أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد تخطى 330 ألف طالب وطالبة، وذلك عقب مد فترة التسجيل 24 ساعة إضافية انتهت أمس الأحد. وبدأ مكتب التنسيق تحليل رغبات الطلاب، ومن المقرر إعلان النتيجة خلال 48 ساعة عبر موقع الإلكتروني.